إذن على بركة الله وتوفيقه يا حبيب الكريم أيها المتابعون، ينطلق الشوط الثالث بحفظ من الله وتوفيقه. شوطنا الثالث يضم نخبة عن طريق البكار لسن الفتامين. تابعنا شوطين رئيسيين كان بقيادة محمد بن مطر بن محمد الرميثي الذي شاركنا بإنجازاته المعتادة نسير بأول رحلة البكار الأشواط المفتوحة الذي تمت انطلاقها قبل قليل. ناخذ هنا هملولة على الصدارة، يرافقها إذا سالم بن سعيد أبو لاحج الرميثي قادم الشاهنية على المستوى الثاني، يتابع عبد الله بن أحمد بن عود الرميذي. النقلة التالية إلى المركز الثالث زعفرانه الذي قادمه بخيت بن ناصر بن بخيت بن حويرب المنصوري، والمركز الرابع من الجانب الآخر هناك من تحمل الرقم 8 وصلت الشاهنية عتيج بن عبد الله بن عتيج الرميذي. هكذا المتابعة، هكذا الحوار الرباعي، أما الخماسي أما السداسي. الله يا هذا التجمع، الله يا هذا التجمع. أعود إلى الشاهنية على المقدمة، ولكن شوف لي من الجانب الآخر، وصل هناك الرميذي، وصل أبو عتيج الذي قادم، ولكن العودة إلى هنا أبو العود الذي مصر إلى البداية، وصل أبو لاحج قادم بقوة. يا له من إبداع كبير، يا له من حوار رباعي، ولكن الشاهنية مصرة. عبد الله بن أحمد بن عود الرميذي المرافق الأول، دير بالك هملولة واصلة، هملولة واصلة بقدوم جميل. سالم بن سعيد أبو لاحج الرميذي آخر لحظات الخطيرة، آخر لحظات الخطيرة. روح يا ابن عود روح، شد الحيل يا ابن عود شد الحيل، اللحظات الحاسمة. سلام لا للسمع السلام، لحظات الأخيرة. إذا تهانينا على فوز الشاهنية، التهنية موصولة لهناك عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي المركز الثاني، والثالث عندك يا سالم بن سعيد أبو لاحج الرميثي. قدم عرضا يشكر عليه. هكذا كان الثلاث الأوائل الذي قدمناها إلى حضراتكم. بناخذ التوقيت الزمني الذي رافقه هناك الشاهنية، دقيقتين 13 ثانية 19 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن أحمد بن عود الرميثي، شكرا يا أبو أحمد على هذا الإبداع المتميز.